موقع مترو البريطاني نشر تقرير قال فيه ان في واحد ياباني اتجوز من نسخه هيلوجرام من الشخصيه الكرتونيه اللي بيحبها، مش بس كده كمان عمل لها فرح واشترى لها خاتم. النهارده انطلقت اعمال مؤتمر باليرمو الذي تستضيفه ايطاليا لمده يومين. المؤتمر هيكون النهارده وبكره لبحث حل الازمه الليبيه. عدد من الملفات مطروح على جدول اعمال المؤتمر، ومنها اجراء الانتخابات و بحث إعادة هيكلة المجلس الرئاسي الليبي وتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية. وده الملف اللي مصر قطعت فيه شوط كبير جدا. من المقرر أن الدول المشاركة في اجتماع باليرمو تؤيد الجهود المصرية وتحث الأطراف الليبية على التعاطي معها بشكل إيجابي لتوحيد الجيش الليبي. الرئاسة المصرية أعلنت مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مصغرة حول ليبيا. من المقرر أن تعقد هذه القمة اليوم. عدد من القادة الأوروبيين سيشاركون في هذه القمة، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الإيطالي الذي وجه دعوة للرئيس السيسي للمشاركة في هذا المؤتمر. جدول أعمال المؤتمر حتى الآن لم يتضح بعد، لكن هذه القمة هي تعتبر الحدث الأبرز والتي ستنظم على هامش مؤتمر باليرمو. حتى الآن لم يتأكد بعد مشاركة القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر في هذا المؤتمر، لأن مشاركة المشير حفتر في مؤتمر باليرمو سيؤدي ويدفع نحو إنجاح هذا المؤتمر الهام الذي يعد المؤتمر الأكبر الذي تحتضنه دولة أوروبية خلال السنوات السبع الأخيرة. تحفظ مسؤولي نادي العين الإماراتي على فكرة التفريط في اللاعب حسين الشحات لدى النادي الأهلي، وذلك بعد أن دخل مسؤولي النادي الأهلي في مفاوضات لضم اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وأكدت مصادر من اللاعب أنه اللاعب أبدى رغبته في أنه هو يرجع نادي الأهلي تاني، لكن في ظل تحفظ مسؤول النادي العين الإماراتي على اللاعب لسه هنشوف إيه اللي هيحصل. يصل النجم العالمي المحترف في صفوف ليفربول محمد صلاح إلى القاهرة مساء اليوم للانضمام إلى صفوف منتخب مصر في المعسكر اللي مقام في برج العرب، استعدادا لمباراة تونس اللي هتتلعب يوم الجمعة القادم في التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا 2019. لأول مرة بترفض الرقابة المصنفات برئاسة خالد عبد الجليل سيناريو للنجم الكبير عادل إمام بعنوان كاتب أسرار، واللي كتب القصة الفنان محمود البزاوي وكان هيخرجه المخرج رامي إمام في 2019، ولكن الرقابة رفضته لأسباب غير معلومة. أنهى مسؤول النادي الأهلي أزمة المستحقات المالية المتأخرة لدى صانع ألعاب الفريق مؤمن زكريا بعد الاتفاق على جدولة المبالغ دي اللي هم بتقدر بخمسة مليون جنيه على مدار الموسمين اللي فاتوا. النهاردة دكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أطلقت سلسلة من التصريحات في إطار المشروعات الخدمية التي تهتم بصحة المصريين، وكان أول تصريح النهاردة بنتكلم عنه هو إعلان أضخم مسح قومي لمسح فيروسي ومجموعة من الأمراض الخاصة بالتقزم والأنيميا وفيروس بي لحوالي 6 مليون طالب وطالبة في المراحل الابتدائية والإعدادية. لو بنتكلم على أول المسح هيبدأ في 1 ديسمبر متعلق بالأطفال أو الطلاب الموجودين في المدارس الثانوية، وده هيتم من 1 ديسمبر. أما بالنسبة للمرحلة الإعدادية هتبدأ من شهر 9 المقبل إن شاء الله، وهتكون شاملة الأمراض الخاصة بالتقزم وفيروس بي والأنيميا وفيروس سي. قال الفنان الكبير صابر الرباعي إن هو بيجهز لحفلة كبيرة جدا مع الفنانة شيرين عبد الوهاب يوم رأس السنة، وعن ألبومها نساي قال إن هو من أشد المعجبين بالألبوم وإن شيرين بتعرف تختار كلمات أغانيها كويس جدا. في عدوان إسرائيل الجديدة على قطاع غزة، شن طيران الحرب الإسرائيلي بالأمس غارة إسرائيلية على قطاع غزة واستهدف مدينة خان يونس بجنوب القطاع، وبالتحديد استهدف مناطق حيوية في القطاع. الغارة الإسرائيلية بالأمس بتفكرنا بالعدوان الإسرائيلي على القطاع في عام 2014 لما حصل عملية عسكرية إسرائيلية واسعة هي سميت في إسرائيل باسم الجرف الصامل، وأسفرت الغارة الإسرائيلية بالأمس عن استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة 6 آخرين. نجحت قوات الأمن المركزي بوزارة الداخلية في إحباط هجوم إرهابي جديد على أحد الأكمنة بالعريش بالطريق الدائري. تمكنت القوات من السيطرة على الانتحاري والذي لقى مصراعه في مواجهات مع أجهزة الأمن. عقب الحادث جرت عمليات تمشيط في محيط الكمين ومحيط القرى المجاورة. كان لليقظة الأمنية دور كبير في إحباط مخطط إجرامي كبير ومخطط إرهابي ضمن استهداف منشآت حيوية وعسكرية بنطاق شمال سيناء ونطاق المحافظات. النهاردة تصدرت الفنانة هند رستم الترند على جوجل وعلى تويتر، وده احتفالا بذكرى ميلاد مارلين مونرو الشرق.
اما الترند الثاني كان عن الطقس، وده بعد اعلان الارصاد عن وجود شبوره واحتماليه سقوط امطار متوسطه اليوم على البلاد. النهارده بيتزامن اليوم العالمي لمكافحه الالتهاب الرئوي، وعشان كده هنقول لك شويه نصايح تتجنب بيهم دخول المستشفى لو حصل لك الدور. التغذيه الصح بالخضار والفاكهه والحبوب الكامله، لازم تلتزم الراحه وتمتنع عن اي نشاط بدني يسبب الاجهاد. لو عندك التهاب في الحلق لازم الغرغره بميه مالحه عشان تخفف من حده الالتهاب. امسح الاسطح واغسل ايدك كتير قبل ما تحط ايدك على حاجه. ابعد تماما عن التدخين سواء تدخين سلبي او تدخين ايجابي. اخر حاجه بالنسبه لمريض القلب او السكر او الربو، لازم تلتزم بجرعات الادويه.